ثواني دلوقتي نقدر نضيف ادوات للمشروع بتاعنا ريسورس اند ايكويبمنت. بلاقي في حاجات كتيره جدا هنا ممكن اشتغل بيها، مثلا عندي عمال اقدر احطهم في الموقع اهوت، وعندي ايكويبمنت في حاجات كتيره جدا موجوده، في سيارات، في هيفي ماشين. تعال نجرب ديت. ده مثلا براماتيك، وفي حاجات روبوت اهوت. اول ما بنضيفها بنقدر بقى ان احنا نتحكم فيها، نقدر نتحكم شو لوجو في الكاستم كولر، هتظهر من امتى لامتى في المشروع. تمام، عندي هنا روتيت لو انا عايز الفها. ادجست وفي ان انا اعمل سناب الاين. طبعا عندي في حاجات خاصة مثلا بالطرق، مثلا ممكن نلاقي حاجات الكتريكال وبابليك رود، نقدر نضيف اي حاجة من الحاجات ديت. في حاجات بتتحط عادي في المشروع، وفي حاجات بيبقى لازم تبقى موجودة على طريق او تكون موجودة على اماكن معينة، البوابة مثلا، حاجات زي كده. فاحنا ضفنا واحدة اهوت، ونقدر نضيف التانية والتالتة والرابعة، ونقدر نعمل لها روتيت. تمام، زي ما نشوفها بشكلها جميل. طيب ممكن نقول له روتيت الجزء دوت. وبرضه تقدر تحدد هتظهر من اني مايل ستون لاني مايل ستون، والتايم لاينر بتاعتها، والسبيس او دوكومنتس لو فيها دوكومنتس تبدا تظهر معايا هنا. ونقدر نعمل لها كوبي اكتر من مره، ونعمل لها موف زي ما احنا عايزين. الحاجات الخاصه بالسيفتي لو انت عايز تعمل برضه سيفتي، هتلاقي حاجات كتيرة جدا. ممكن مثلا تحط مثلا عندنا حفر، فهنحط ديت. نقدر نحركها ونعمل لها روتيت زي ما احنا عايزين.